أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية والتي نفردها للحديث عن تطورات الأزمة العراقية من النواحي العسكرية والأمنية والسياسية وما ترافق مع ذلك تطور من تقدم للجيش العراقي وقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين في الموصل ومناطق مختلفة، فضلا عن المواقف الدولية المتتالية خاصة فيما يخص الموقف الأمريكي تحديدا بعد وصول نخبة من القوات البحرية والجيش الأمريكي إلى العراق، التصريحات الروسية الإيرانية التي ترافقت مع هذا الحدث. يشاركنا في هذه الساعة من التغطية الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وفيق إبراهيم. أهلا بك دكتور وفيق. وأيضا سينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ جمعة العطواني، أيضا الكاتب والمحلل السياسي. أهلا إذا بكم ضيفينا، ونبدأ مباشرة مع حضرتك دكتور وفيق. ربما من الحدث الأبرز سياسيا وأمنيا في العراق وهو وصول 300 عنصر من نخبة قوات البحرية والجيش الأمريكي إلى العراق كمستشارين أو كطاقم استشاري كما أطلق عليه، ما وظيفة هذا الطاقم؟ أنا أعتقد أنها وظيفة تتعلق بالشأن المعنوي، لن يكون لها فائدة على المستوى العملي باعتبار أن العراق لا يقوصه عديد، بل قد تقوصه العدة. العدة هي السلاح، العدة هي المؤسسات الأمنية. يعني هذا الأمر أعتقد أن الهجمة الأخيرة أثبتت أن هناك نقص يعني كبير في أعداد مؤسسات أمنية وعسكرية في العراق. هذا الأمر لا يحل بإرسال 300 جندي أو 300 مستشار، لأنه أصلا ناتج عن الاحتلال الأمريكي للعراق. يعني الأمريكيون عندما غادروا العراق لم ينشئوا فيه بكل تأكيد مؤسسات أمنية وعسكرية، ثم أنهم بتقسيمهم للعراق إلى 3 مناطق تكاد تكون مستقلة ودعمهم لهذا الاتجاه يعني منعوا أيضا تحقيق شعور وطني عراقي أو وجود تضامن عراقي ولو بالحد الأدنى، ما حال دون قيام مؤسسات أمنية وسياسية قوية. لا، هذا لا يعفي أن الحكومة الحالية أخطأت خطأ شنيعا ولم تقم بواجباتها، وهي تربض على شبكات فساد تغطيها أو لا تغطيها لا أعرف، لكن ما يجري في العراق مريب، وهو ليس بأمر عادي ولن ينتهي بسرعة، لأنه أمر متعلق ربما برغبة غربية عامة بتقسيم المنطقة من لبنان إلى العراق. لاحظي مثلا هذا التناغم. في العراق لم تندلع فتنة سنية شيعية بسرعة، ولعوها في لبنان. المقصود فيها دائما هناك نقاط توتر في المنطقة، المطلوب تحقيق فتنة سنية شيعية، ربما الاستفادة من نقاط التوتر في مناطق أخرى في بهذا الحال. طيب فقط لنبقى تحت عنوان إرسال هذا هذه النخبة كطاقم استشاري، جاء في عناوين صحف عديدة وربما جاء أيضا عن هذا الطاقم أنهم ذهبوا للعراق لتقييم قدرات القوات العراقية، لذلك أرسلت هذه المجموعة. هل هذا السؤال الذي يجب أن نعرفه؟ هل أمريكا بحاجة إلى إرسال 300 أمني عسكري حتى تعرف ما هي إمكانات العراق؟ أنا وأنت والكل متأكدون أن أمريكا تعرف الإمكانات بشكل فعلي. هل تكون بداية لمرحلة أخرى عسكرية ربما أو تعاون بطريقة أخرى؟ أن أمريكا لن تحل المشكلة بسرعة، لأن هذه المشكلة ستستمر بالتوازي مع المفاوضات الأمريكية الإيرانية على الملف النووي وعلى ملفات أخرى. لذلك أعتقد أن ما يجري هو ورقة ضغط بيد الولايات المتحدة الأمريكية على كل المنطقة بما فيها إيران، إنما حاليا على إيران باعتبار أنت تعرفين أن إيران لديها نفوذ إقليمي كبير. من أفغانستان حتى البحر المتوسط، ولديها أصدقاء ولديها تقاطعات. كل هذا الأمر اليوم مرتبط بالأزمة المندلعة والمفاوضات التي أرجئت إلى 3 الشهر المقبل. لذلك علينا أن نتوقع إذا لم يتمكن العراقيون من إيجاد حل داخلي لمشكلتهم لن تجد لهم أمريكا هذا الحل، لأنها هي التي نصبته وصلحته. هل داخل يعتمد على تسوية سياسية أو حلول سياسية بالبداية؟ حل عسكري، أعتقد أن هناك جانب عسكري. البداية تبدأ من أين؟ داعش، لا يمكن أن نقيم حل سياسي مع داعش. داعش لديها منطق سياسي يقوم على تطبيق تفسيرها لشرع الله على العراق، وهو تفسير خاص بداعش قد ينطبق على الإسلام. هو تكفيري بكل الأحوال. هو المقصود فيها أنه عندما أقول لها تفسير خاص أنه تفسير تكفيري لا تقبل بالآخر على الإطلاق، حتى لو كان مسلما ولا يقبل بتفسيرها فهي لا تقبل به. لذلك الحل مع داعش هو حل عسكري، بينما الحل مع أهل العراق مع مكونات العراق الأخرى السياسية هو حل سياسي. لا
يمكن لنا إلا أن نتوصل ويجب أن نتوصل إلى حل سياسي مع كل المكونات الاجتماعية والسياسية في العراق. أما مع التنظيمات الإرهابية فلا حل سياسي ممكن معها على الإطلاق، لأنها أولا لا تقبل، ثانيا هي التي تقتل وتبيد الناس. نعم. هؤلاء الذين قتلوا 1700 شاب عراقي بكل دم بارد، هؤلاء أيمكن أن نصل معهم إلى حل سياسي؟ لا، الحل السياسي هو مع المكونات السياسية في العراق وهم كثر. نعم. ولا أعتقد أنه يجب أن تقوم مبادرة ما باتجاه ما تستطيع أن تتجاوز الضغوطات الإقليمية، يعني ضغط التركي، ضغط السعودي، ضغط، يعني هناك ضغوطات يعني كثيرة وتشابكات. نعم. مع الداخل العراقي تؤدي إلى تفاقم هذا النزاع. هل يستطيع العراقيون في الداخل أن يعزلوا أنفسهم عن الصراعات الإقليمية وينتجوا حلا سياسيا؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نركز عليه. السؤال الثاني، ما هي الأسباب التي دعت أمريكا إلى إرسال 300 عنصر؟ نعم. يعني علينا أن أمريكا تريد أن تكون جزء من الحل وجزء من الحرب في آن معا. أمريكا جزء من الحل وجزء من الحرب، هي لا تريد الحل الآن لأنها تعرف أن 300 عنصر لا يفعلون شيئا في مليون أمني في العراق. هل نتوقع أن تتبع هذه المرحلة ربما بخطوة أخرى، أن يرسلوا طواقم أخرى بمسميات أو أهداف أخرى؟ هذا اسمه إعادة احتلال العراق. نعم. يعني عمليا، لكن قالوا أنهم ربما يعني ستكون هذه الدفعة الأولى فقط، 300 دفعة أولى، الدفعة الثانية بعد عامين. تذكري ما أقول لك، لن يكون هناك دفعة ثانية، لأن الحل في العسكري في الجيش العراقي يستطيع أن يحسم، لكنه لا يحسم لأسباب سياسية. غدر به في الموصل لأسباب سياسية واجتماعية، واليوم يستطيع الجيش العراقي أن يطهر كامل، يعني كامل العراق متى وجد الحل السياسي بين كامل أركان العراق. نعم. المقصود فيه بأقاليمه الثلاثة، عندما هذه الأقاليم تتفق على حل سياسي، تأكد أن كل هذه الظواهر التكفيرية والإرهابية تنتهي بسرعة. المشكلة اليوم في العراق هي مشكلة تفتت، يعني وضعه الاجتماعي بشكل مخيف وخطير. هذا الأمر يجب تداركه بأي وسيلة، ولا أعتقد أن العراقيين بإمكانهم أن يصلوا، وهم ممنوعون من ذلك بقرار إقليمي من السعودية وتركيا وبممانعة الولايات المتحدة الأمريكية حاليا. ممنوعون كقيادة سياسية أم كضغط شعبي؟ المنع لا يكون بإصدار قرار. نعم. المنع يقول بترجمة تدخلية، مثلا عندهم قوة في العراق يمنعونها من الاتفاق. نعم. في قوة في العراق محسوبة على أمريكا، في قوة محسوبة على تركيا، في قوة محسوبة على إيران. هؤلاء يعني يعملون بضغط من هذه القوى الإقليمية. نعم. هي التي تمولهم وتسلحهم، لذلك هم مرونة منها ويلبون رغباتها. الوضع الإقليمي اليوم ليس لصالح إنتاج عراق قوي، يريدونه عراق ضعيفا. لماذا؟ العراق الضعيف هو أفضل ما تريده السعودية أولا، باعتبار أن السعودية عندما يكون هناك عراق عدد سكانه 35 مليون نسمة، فيه مياه وأرض خصبة ونفط وفي إرادة سياسية، هذا البلد يستطيع أن يقود المشرق العربي مش فقط الخليج. لذلك دائما دائما السياسات الإقليمية تقوم على أضعاف العراق. السياسات الدولية أيضا، يعني حتى الولايات المتحدة لديها في طبيعتها. نعم. في طبيعتها هي التي خرجت من العراق وأضعفته. نعم. أكثر من أضعفه صدام. صدام هشم العراق، أمريكا هشمت العراق أكثر. معنا الولايات المتحدة اليوم تقود حملة ضد الإرهاب، هي على رأس هذا هي الحملة. التي صنعت الإرهاب. الولايات المتحدة الأمريكية استعملت الإرهاب على اعتقادا منها أنها تستطيع أن تنهي ساعة تشاء. هذا الأمر صحيح، لكن امتد ولم تستطع السيطرة على الوضع. استعملته في أكثر من نقطة في العالم ضد القوى التي لا تريدها، استعملته في سوريا، تستعمله اليوم في العراق، وهي لا تستطيع أن تلغيه إلا باتفاق القوى السياسية الكبرى في المنطقة، وهذا الأمر لم يحدث حتى الآن. دكتور وفي، يعني هل الولايات المتحدة يعني صنعت هذه القوة ونشرتها، القوى الإرهابية طبعا نتحدث، واليوم فقدت السيطرة عليها؟ لا، نهاية اليوم أمريكا تمسك بمعظم القوى في المنطقة من طريق وكلائها الإقليميين. أمريكا منذ فترة، يعني هناك المرحلة الثانية أو الثالثة من تشكل الشرق الأوسط 1990-2013، هذه المرحلة هي مرحلة السيطرة الأمريكية الكاملة على المنطقة، لأن الاتحاد السوفيتي انهار، لم يعد هناك رادع أمام الولايات المتحدة. لاحظي، هجمت أفغانستان، هجمت العراق، هجمت باكستان، هجمت اليمن بشكل مباشر من دون أن يقول، أن تقول أي دولة في العالم لا. هلا بعد هذه المرحلة 2013 صعدت القوى الروسية وعادت إلى مسرح الأحداث، نجت إيران من الطوق المضروب حولها. نعم. الدول البريكس صعدت، الصين صعدت، أصبحت أمريكا لا تستطيع أن تفرض أي حل بالقوة العسكرية. لذلك تقوم بالتدخل بخلال وكلائها الإقليميين. من هم الوكلاء الإقليميون لأمريكا في المنطقة؟ في إسرائيل
وتركيا والمملكة العربية السعودية. نعم. المملكة العربية السعودية مستاءة من أمريكا لأنها لم تعد يعني تستعملوها كهراوة لتأديب معارضيها في المنطقة، وهي تخشى على نظام الحكم فيها. لذلك كل أنواع المخابرات لثلاث دول تتدخل لصالح أمريكا من طريق تعويم هذه المنظمات الإرهابية. نعم. ما تأتي هذه المنظمات هي بالسلاح، بالمال، بالرجال؟ ما إلى هذا الضفق مثلا على الحدود التركية؟ ألا تستطيع تركيا أن تمنع الناس من عبور حدودها؟ بالفعل يعني هنا هذا السؤال، يعني ما دام كل هذه الدول تقف صفا واحدا ويد واحدة لمحاربة الإرهاب، طيب من يدعم الإرهاب حتى هذه اللحظة؟ من يزودهم بالأسلحة؟ من يعطيهم الممرات الممر يعني تركي؟ نعم. أردني وقسم يعني قليل من أماكن أخرى، من لبنان وأماكن أخرى، أردني وإلى آخره. التمويل دائما دائما سعودي قطري ومن مشايخ الخليج، هو تمويل كبير. يعني هذا التمويل، التغطية السياسية هي تغطية من الولايات المتحدة الأمريكية. سأقول لك لماذا. نعم. الموصل محافظة ينينوى 50,000 كيلومتر مربع تحتاج إلى أقمار صناعية لكي تحدد كل المواقع الأمنية فيها. ما الذي حدد المواقع الأمنية لداعش؟ داعش ما عنده مشكلة مع السكان، هي تعرف أنها تجتاز هذه المنطقة بدون مقاومة. الناس يعني محتارون، لا يؤيدون الحكومة ولا يؤيدون داعش، يعني يظلون في منازلهم بأضعف الإيمان. الذي قدم المعلومات الأمنية عن كل هذه المراكز هي الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الأقمار الاصطناعية. اثنين، ما الذي فكك الأجهزة الأمنية الرسمية في هذه المنطقة؟ هي المخابرات السعودية والتركية والأردنية. يعني هناك أشكال مختلفة، زائد الأحزاب السياسية الموجودة في محافظة نينوى التي ساهمت أيضا في إسقاط هذه المنطقة. إذا نشاهد الآن دكتور وفيق ربما شرح تفصيلي على الخريطة لقاسم عطا الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، وهو يعني يظهر الضربات التي نفذها سلاح الجو العراقي ضد العناصر الإرهابية. فوق مصفى بيجي تظهر مصفات بيجي، نعم، في الصورة. إعداد أو التهيؤ لجولة لاصطحاب ما يمكن اصطحابه من الأخوة من وسائل الإعلام لقيام بجولة إعلامية إن شاء الله قريبا لمصافي بيجي التي نؤكد بأنها تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية من قيادة عمليات صلاح الدين وكذلك قيادة عمليات النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب. ربما قاسم عطا يعني يؤكد يعني السيطرة الكاملة على مصفات بيجي كما نسمع ونشاهد المطلوب. دكتور وفيق أيضا ربما يتحدث عن الاستعداد الكامل لاستعادة صلاح الدين اليوم. طبعا هذه الصور تظهر ناحية العلم يعني مدى قوة ومقدرة الجيش العراقي على استهداف مراكز المسلحين، يعني بصورة واضحة تبدو الشاشة الآن، تبدو الصورة واضحة أمامنا. طبعا في مصفات بيجي التي يعني ادعى الإرهابيون سيطرتهم عليها، ولكن الصورة تظهر عكس ذلك تماما، تمت العملية، تظهر حقيقة ما يحدث، الإنزال الجوي وتقديم الدعم، نشاهد تجمعات طبعا للإرهابيين. أيضا نثني على الجهود الكبيرة والتضحيات. ربما دكتور وفيق يعني هذه الصورة الأوضح التي تصل منذ بداية العمليات، القوة الجوية وطيران الجيش. أنا أعتقد الأخ مراسل، طيب ربما سنعود للصورة مرة أخرى في حال ورد أي جديد. ما تعليقك على ما شاهدنا دكتور؟ لا أكيد أنا متأكد أن الجيش العراقي بإمكانه أن يتقدم أكثر من ذلك وأن يعني يحرر كامل المناطق، يحتاج إلى وقت لكنه يستطيع. إلا أن لغاية اليوم ليس هناك يعني قرار سياسي واضح لذلك، هناك مناوشات. نحن نتمنى أن يتمكن الجيش العراقي وهو قادر على ذلك، وأنا متأكد لدي معلومات أكيدة أن الجيش العراقي يستطيع. أخذ على حين غرف في الموصل، هذا ليس كافيا للقول أنها هزيمة، إنما حدث هو شيء كبير لكنه قابل للاستعادة. يعني الحكومة العراقية من كل ما يحدث اليوم في العراق بعد وصول هذه القوات الأمريكية إلى بغداد بالأمس وتوزيعها تحديدا بين بغداد وشمال العراق، يعني أين هي الحكومة؟ يعني على 300 جندي لكي يقسمهم بين الشمال وبغداد، ما هي فعاليتهم العسكرية؟ هلأ أنه يعني قوات التنسيق والتدريب
اعتقد ان الوضع الحالي يحتاج الى مساله اكبر. يعني انا متاكد ان الامر في العراق يحتاج الى تنسيق على مستوى اقليمي وعلى مستوى داخلي. التنسيقان ليسا موجودين حتى اليوم. لذلك يقوم الجيش العراقي بمحاولات للحد من هذه الهجمات التي يقوم بها المسلحون. وبدأ أنه استعاد مصفات بيجي وهي واحدة من أكبر مصافي العراق. صح. هذا أمر جيد. أعتقد أن الإرهاب يحاول أن يدمر كل شيء قابل للتدمير في العراق. هذه سياسته. هو يعرف أنه لن يستمر لكنه يحاول أن يدمر. وأنا أعتقد أننا يجب كلنا أن نرفع الصوت للتنسيق العراقي السوري، لأن الميدان واحد، المعركة واحدة، والعدو واحد. أعتقد أنها مرحلة مناسبة جدا، بدلا من أن نجلب 300 مستشار يعني أمريكي لن يفيدوا بشيء على الإطلاق. أعتقد أن التنسيق الأكبر بين الجيشين العراقي والسوري في هذه المرحلة بالذات، لأنه يلاحظ أرض المعركة يعني من الحدود السورية العراقية وصولا إلى الأنبار، صعودا إلى صلاح الدين ونينوى، وبالمقابل الرقة ودارفور. هي مناطق واحدة وفيها إرهاب واحد، فيها داعش مع من النصرة والجبهة الإسلامية، وهي ثلاث أفرقاء محسوبة بكل أسف على يعني تركيا والسعودية. اسمح لي فقط أن أردك عند يعني نقطة، يعني لا أعلم إذا كان هناك تحليل سياسي لهذا الموضوع. نعم. أنه تركيز هذه القوات في بغداد وفي الشمال العراقي تحديدا، يعني الأمر واضح أنهم يعني يحاولون العمل ضمن بيئة اجتماعية يعتقدون أنها موالية لهم. أنا لا أعتقد بذلك. أنا أقول أن الناس في العراق محرومة، سواء كانوا سنة أو شيعة أو أكراد، هناك حرمان. سبب هذا الحرمان يعني أن تعرفين أن العراق منذ 2003 دخل في أجواء معارك وتدمير وضرب، ما أدى إلى أن المال العام أصبح يعني ينفق في مختلف الاتجاهات. سرقه الأمريكيون فترة، فظل غياب دولة ربما هنا. غياب دولة. نعم. الدولة في العراق غائبة. نعم. حتى الدولة التي رعاها المالكي في المدة الأخيرة هي دولة كانت محمية ومدعومة من الأمريكيين والسعوديين، وفيها عم بحكي أنا على مستوى التحالفات السياسية الداخلية. فكان أن أذر المال العام ولم يصل إلى أصحابه، يعني سواء كان في الجنوب أو الشمال أو مناطق الوسط، كلها مناطق يعني فيها حرمان اقتصادي هائل. نعم. هلا يعني اصبح العراق من اهم الدول النفطيه يعني في على في عندك حوالي 100 يعني محطه تلفزه ووسائل اتصال جماهيري منذ عامين، وهي لا تنفك، تبث يوميا حول حرمان السنه، وكان الشيعه قد نالوا حقوقهم. نعم. يعني هذا امر مؤسف. لاحظ اليوم يتكلمون كما كانوا يتكلمون على الوتر الطائفي هنا في هذه المرحله الدقيقه يمر بها العراق. كل المحطات الكبرى في الخليج قوات المالكي. نعم. كما يقولوا قوات بشار الأسد، نفس هذا التعبير لكي تترك أثر على أن هذه ليست دولة، هذا إصابة. من تقاتل؟ لا يقولوا من، يقول لك هناك ثورة اجتماعية في العراق ضد قوات المالكي. يقنعون من بهذه يعني الأحاديث؟ يقنعون هذه البيئات الاجتماعية التي يسلطون عليها الدين. يعني تعرف أنت الدين مسلط اليوم على هذه الفئات من البشر، تحريض ديني، تحريض إعلامي، تحريض سياسي، محاولة إيهام الناس، وكأن إيران أكلت المنطقة. إيران بلد لا يزال محاصر حتى اليوم، تعرض لحصار أمريكي، لمقاطعة أمريكية. في 12 قاعدة أمريكية في الخليج لا أحد يتكلم عنها. نعم. يتكلمون عن الخطر الإيراني. تصوري أنت أن إيران لم تعتدي على بلد عربي منذ الفتوحات الإسلامية، منذ الفتوحات الإسلامية، وهي حتى لن تدافع فقط عن حقوقها المعنوية داخل بلادها. لم تعتدي على بلد عربي منذ الفتوحات الإسلامية. نعم. صدام حسين اعتدى عليها ودخل في الأراضي الإيرانية 100 كيلومتر قبل أن يردوه. لذلك يعني اليوم يحاولون قلب الحقيقة، لا يقول لك إلا الخطر الإيراني على العراق. أنا شخصيا لا أرى خطرا إيرانيا على العراق. لماذا؟ لأن إيران ليس لديها مشروع جيوبوليتيك حالي، هي تريد أن تنتهي من الحصار الأمريكي الظالم عليها، الحصار الغربي الظالم عليها، في حين أن الذي لديه قواعد هم الأمريكيون. طيب لماذا الخوف من الإيرانيين بهذا الحد؟ خوفوا الناس من طريق الخلافات المذهبية والدينية. تاريخيا كان هناك دولة إيرانية كبرى ومشيخات عربية صغيرة. هذا الأمر يعني نحن لا نؤلفه، هو حقيقة تاريخية. جاء اليونانيون فهم الذين رسموا الخرائط العالمية. نعم. أطلقوا على المنطقة اسم الخليج الفارسي. اليونان الذين أسموا كل مناطق العالم، أسموا لبنان يعني فينيقيا
وهو اسم من الأرجوان، هي تسمية إغريقية يونانية. أيضا الخليج الفارس الذي أسموهم اليونانيون لأنهم رأوا في إمبراطورية في مشتقات صغيرة. اليوم العرب يعني كلها أمور تاريخية عم تاريخية تستخدمها. نعم. يحاولون أن يشوهوا التاريخ. نعم. طبعا كانت المنطقة تخضع لصراع بين ثلاث قوى، اليونان والرومان والفرس. العرب كانوا أمة ضعيفة يعني قبل الإسلام، لذلك كل من تقدم تأخر اجتياحات هجمات كان بين هذه الثلاث قوى. مثلا لاحظ يدي بعد الإسلام أخذ يعني دخل العرب إلى إيران وأسلموها، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت إيران جزء من العالم الإسلامي. نعم. من العالم العربي. وتصوري مثلا كان في صراع تركي صفوي لا علاقة العرب به على الإطلاق، الصفويون دخلوا إلى إيران وشيعوها، الأتراك سنة. يعني ماذا فعل الأتراك؟ سيطروا على كل المراكز الدينية في العالم العربي. نعم. وأجبروها على إصدار فتاوى ضد الشيعة. صارت تاريخي مهم جدا ربما يعود بنا إلى التاريخ، وأيضا يمكن ربطه بالواقع اليوم في هذا الموضوع حرصا على الحلقة. نعم. بس أنه ما يحدث اليوم هو ثمرة التكفير المملوكي التركي، وأيضا الحالي من بعض الممالك العربية. طيب. التي تحاول أن تحافظ على ممالكها بالخلافات المذهبية. طيب لنعود قليلا بعد هذه الجوجلة التاريخية ربما دكتور روفية. بالتأكيد ضروري لنعرف يعني إذا لم يكن هناك قديم لا يستطيع أصلا أن أتحدث. نحن اليوم نتقاتل على خلفية ما تحتاجه تركيا وما كان يحتاجه المماليك. لنذهب قليلا إلى بعض المواقف الدولية بخصوص الأزمة اليوم في العراق. على سبيل المثال باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قال أنه لحل الأزمة العراقية يتعين على المالكي الرحيل، يعني قالها صراحة رئيس الولايات المتحدة. هل اقتنعت أمريكا اليوم أن رحيل المالكي أصبح أمرا ضروريا ربما للنهوض بالعراق أو لإنهاء الأزمة العراقية؟ أولا يعني كلنا نعرف أن المالكي عندما أتى بضوء أخضر أمريكي، وعندما ابتدأ في رئاسة الوزراء في العراق ابتدأ بمشروع التعيين الأمريكي. اليوم المالكي نجح في الانتخابات البرلمانية ونال حزبه ما يقرب 100 نائب. نعم. أنا أعتقد أن أمريكا اليوم تحاول أن ترد السعودية، إرضاء السعودية. يعني كيف يتم؟ السعودية تعتقد أن المالكي يخضع للنفوذ الإيراني، تريد إبعاده وإنتاج وزارة جديدة لها نفوذ فيها. أمريكا تحاول أرضاء السعودية من طريق إبعاد المالكي. دعنا نشرك الدكتور جمعة أستاذ جمعة العطواني بهذا الموضوع تحديدا. أستاذ جمعة. نعم حياكم الله. حياك الله أنت أيضا. يعني كنا نتحدث عن موضوع تصريح الرئيس الأمريكي باراك أوباما بخصوص إنهاء أو حل الأزمة العراقية، ربط إنهاء الأزمة أو حل الأزمة في العراق برحيل المالكي، كيف قرأتم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا سمعت بعض أطراف حديثكم مع ضيفكم الكريم، وأكيد تحدثتم عن البعد الإقليمي وفي الدعم الإرهاب، وبالتأكيد أنا أتفق مع أغلب ما تفضلتم به. ولذلك عندما نؤمن بأن هناك ثمة إرهاب دولي وثمة إرهاب إقليمي يريد أن يتدخل في العراق وكما تدخل في سوريا، يريد أن يسقط حكومات بالقوة والقهر كما يريد أن يسقط حكومة النظام في سوريا وفي العراق، وكذلك يريد أن يفتك بمكونات الشعوب العربية والإسلامية، ويريد أن يقسم المنطقة على أسس عرقية وطائفية. إذن بما أنه مشروع بهذا الحجم وبهذا الدعم، فلذلك يجب أن نؤمن بأن القضية أكبر من أن تحل بتلاحي شخص ومجيء شخص محله. هل يضمن الرئيس أوباما بأنه إذا ما تم تنحي المالكي عن السلطة بأن العراق سوف يتحول إلى جنة غناء؟ وهل يؤمن أوباما بأن سبب المشكلة هي مشكلة سياسية بالدرجة الأساس في العراق؟ هذا يعني إذا ما آمنا بأن المشكلة السياسية في العراق، هذا يعني بأن بعض الأطراف السياسية في العراق هي أيضا متبنية لداعش ولتنظيمات القاعدة، وهي التي تفتك بأبناء الشعب العراقي من أجل تصفية حسابات سياسية. لذلك يجب أن نكون موضوعيين، المشكلة أكبر من المالكي وأعمق من المالكي وأكبر من حزب وحتى ربما أكبر من كل الكتل السياسية. طيب أستاذ جمعة، اليوم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يبدأ جولة مكوكية بامتياز في مناطق أو في دول الشرق الأوسط، بدأها من القاهرة ذهابا إلى الأردن وبلجيكا من ثم فرنسا. ماذا يحمل جون كيري للعراق؟
والله هذه الزيارات يعني في الداخل العراقي غير نطمئن لها كثيرا، على اعتبار أن هنالك زيارات قد سبقتها للملك السعودي إلى مصر، وبالتأكيد عندما تتحرك هذه الأطراف الداعمة للإرهاب في العراق إنما تتحرك من أجل إيجاد صيغة ربما أو آليات أخرى لتحرك الجماعات الإرهابية. أمريكا لو كانت جادة فعلا في مساعدة العراق في مواجهة الإرهاب ودرء الفتنة الطائفية، كان عليها أن تلتزم باتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تلزم الجانب الأمريكي بتجهيز العراق بالسلاح وتدريب القوات العراقية المسلحة، نعم، وكذلك تقديم الدعم اللوجستي. لكننا نعاني منذ بداية الإرهاب في العراق ومنذ انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي بأن هناك نزر يسير من الصواريخ التي تعالج حركة الجماعات الإرهابية، وأتصور أن أمريكا قد نكلت بكل عهودها وبكل مواثيقها، فلا فائدة من حركة أي مسؤول أمريكي في منطقة الشرق الأوسط. طيب أستاذ جمعة، يعني حضرتك بتقول أنه يعني الأزمة العراقية أو حل الأزمة العراقية لا يتوقف عند شخص المالكي أو شخص يعني بحد ذاته، برأيك ما العوامل التي دفعت الإدارة الأمريكية إلى التأكيد على ضرورة رحيل المالكي؟ يعني أنا شخصيا لم أسمع في خطاب أوباما تصريح بهذا الاسم بأنه لابد أن يرحل المالكي عن السلطة، ولكن لو قبلنا بهذا التصريح بالتأكيد يعلم أوباما قبل غيره بأن بعض الأطراف السياسية هي مشاركة بشكل حقيقي مع داعش وتريد أن تفرض إراداتها وليس السياسية فقط يعني الرئيس أوباما أستاذ جمعة، ولكن أيضا صحيفة التايمز البريطانية هي أيضا يعني كأنك نقول الحكومة البريطانية قالت أن الوقت حان لرحيل رئيس الوزراء نور المالكي عن سدة الحكم بسبب المشاكل المتفاقمة في البلاد، يعني وكأن هناك شبه إجماع أصبح. أقول لو صحت هذه الروايات وهذه التصريحات فهذا يدل بلا أدنى شك بأن الإدارة البريطانية والإدارة الأمريكية تعلم وتتيقن بأن أطراف سياسية مرتبطة بداعش أو داعش مرتبطة بتلك الأطراف السياسية، وهي التي سهلت لها مهمة سقوط نينوى بيد تلك الجماعات، وبالتالي أتصور بأن هذه الجماعات السياسية تريد أن تفرض شروطها على الإدارة الأمريكية وعلى العملية السياسية في الداخل العراقي، فعليهم أن يفصحوا بأن نحن مشتركون مع داعش ومشاركون في إسقاط الموصل والأنبار بالاتفاق مع بعض الدول التي لا ترغب بالمالكي. بالمناسبة كل الدول الداعمة للإرهاب لا ترغب بالمالكي لولاية ثالثة، لا السعودية ولا قطر ولا تركيا، وهذا الأمر متسق مع بعض الأطراف كمتحدون وبعض الأطراف السياسية في العراق، وأتصور عليهم أن يعترفوا بأنهم داعمون لداعش وللجماعات الإرهابية، وسوف لن ينفكوا في دعمهم إلا من خلال انسحاب وتنحي المالكي. ولهذا أتصور أنه إذا وصلت النوبة إلى أن البلد سوف يستقر ومتوقف استقرار على تنحي المالكي، بالتأكيد على السيد المالكي أن يتحمل هذه المسؤولية الشرعية والأخلاقية، ولكن لا توجد ثمة ضمانات بأن العراق سوف يتحول إلى بلد ديمقراطي بعيد عنه الإرهاب، ولا أتصور أن السعودية سوف تنفك من دعم الجماعات الإرهابية، ولا تركيا سوف تتوقف عند دعم جماعات النصرة وجماعات داعش في العراق، ولا في سوريا عندما يتنحى شخص ومجيء شخص محله. هذه الدول تحمل مشروعا استراتيجيا كبيرا، وبالتالي سوف لا تتوقف إلا عند آخر نقطة لتنفيذ هذا المشروع. نعم، سأعود لك أستاذ جمعة، دعني أشرك الدكتور وفيق بهذا الرأي الذي حضرتك تفضلت فيه. يعني دكتور وفيق، لن تتنحى السعودية وتركيا عن دعم الإرهاب، ما رأيك بذلك؟ أنا أعتقد أن كل القوى السياسية المدنية يعني في العراق ولبنان وسوريا تحاول استثمار الإرهاب، يعني تحاول الاستفادة السياسية من الإرهاب على أن تتركه فيما بعد، لكنها لا تقدر. يعني مثلا في العراق كل هذه المجموعات الموجودة السياسية، الأحزاب، متحدون وغيرها، في الموصل، في محافظة نينوى، في محافظة الأنبار، كلهم يحاولون الاستفادة. مثلا داعش هجمت، داعش لديها مشروع هو أن تسيطر على كامل العراق وأن تقتل كل الناس. المشروع السياسي الآخر الذي يؤيد داعش يعتقد أنه يستفيد من دخول داعش لكي يسقط المالكي ويسقط الآخرين. أمريكا لم تطالب إسقاط المالكي، أمريكا طالبت أوباما، قال حرفيا نريد حكومة تمثل كل الأطراف أكثر توازنا. هذا هو التعبير الذي فهم منه
بس انا متاكد ان امريكا تقبل بتضحى بالمالك وبالعراق باسره اكراما للسعوديه، لان تعتقد اكراما لمصالحها ايضا امريكا، مصالح امريكا قبل اي شيء، مصالح امريكا. نعم. بس السياسه السعوديه هي ركيزه المصالح الامريكيه في المنطقه، يعني السياسه السعوديه هي سياسه الناتو في المنطقه، وإسرائيل سياسة الناتو، وتركيا سياسة الناتو، مضافا إليها بعض البهارات المحلية. يعني في أكيد رغبات محلية لدى تركيا مثلا بالتعاطي مع بعض الفئات الأقرب إليها من فئات أخرى، وكذلك الأمر يعني بالنسبة للسعودية ولقطر ولكل هذه الأفرقاء. يعني لذلك نعم أمريكا السعودية تركيا تدعم الإرهاب بشكل واضح. أنا أعود فقط بقراءة مضمون، هي مادة معلمة في الجامعات. نعم. عندما نأتي بكل الخطابات ووسائل الإعلام السعودية والتركية والقطرية ونقرأها، لا يتكلمون إلا هناك ثورة اجتماعية في المناطق الشمالية الغربية في العراق، مقابل فساد في المناطق الأخرى ومقابل سلطة فاسدة. يعني ماذا يعني؟ يعني أنا داعش تقود ثورة اجتماعية في العراق، هل داعش تقود ثورة اجتماعية؟ داعش ثورة إرهاب، إرهاب كامل، إرهاب. يعني لديه مشكلة واحدة، يعني هي داعش بلسانها قالت أنه نحن نسعى لإقامة إمارة إسلامية ونشرت خريطتها السوداء على مختلف دول المشرق. يعني مضافة إليها بضع تنظيمات على شاكلتها كالنصرة والجبهة الإسلامية، هي امتداد خط الخوارج في التاريخ، امتداد لخط رشيد رضا وسيد قطب، امتداد للخط الحالي، لا تصب كلها في تنظيم القاعدة لولاة الإخوان المسلمين. نعم. وامتداد لتنظيم القاعدة ومنظمات عبد العزام. نعم. هذا الأمر، هذه داعش. لذلك الأفرقاء الآخرون يخطئون عندما يدعمون داعش اعتقادا منهم بإمكانية نجبها. داعش لن تتركهم، هم داعش تقسم الناس بين أهل دين وأهل جاهلية، أنها تعتبر حتى هؤلاء الأفراق الأفرقاء الذين يدعمونها هم أيضا أهل جاهلية. لربما تأكيدا على كلام حضرتك، هناك موقف إيراني أيضا ظهر بارزا من بعض تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما. قال وزير أو مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان، قال أن تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما تظهر أن البيت الأبيض لا يملك الإرادة الجادة لمواجهة الإرهاب في العراق وفي المنطقة. لا يريد، مش لا يملك، إنه يملك لكنه لا يريد. ماذا تعني كلمة الفوضى الخلاقة؟ أن أترك المنطقة تضرب بعضها بعضا حتى تنتج الشكل الذي أريده. هناك شكل ما سياسي لمنطقة الشرق الأوسط تريده الولايات المتحدة الأمريكية، لا يتأتى إلا من حركة تدمير وهو قائم. كيف يمكن التدمير؟ بوسيلتين، أما بالهجوم الأمريكي المباشر أو باستخدام الإرهاب. أمريكا اليوم لأنها على المستوى القانوني الداخلي ممنوع عليها هذه المداخلات الكبيرة كما كان يحدث سابقا، إنها تستغل هذا الإرهاب في حركة تدمير المجتمعات. كيف يمكن أن ندمر المجتمعات العربية؟ لا. أمريكا في لديها مؤسسات أكاديمية كبرى. نعم. تقرأ منذ 50 عام على الأقل. كيف يمكن أن ندمر لبنان؟ كيف يمكن أن ندمر العراق؟ كيف يمكن أن ندمر مصر مثلا؟ ما يمكن أن ندمر به تونس لا ينطبق على لبنان، لأن تونس فيها وحدة مذهبية. ندمرها على مستوى الخلافات بين شمال وجنوب كما يحدث في ليبيا حاليا. نعم. لبنان مثلا فيه انقسامات مذهبية ودينية، التدمير طائفي. في العراق التدمير مذهبي. دائما الولايات المتحدة الأمريكية تقرأ ما يجري في الداخل. داعش هي واحدة من الوسائل الأمريكية لتدمير العراق. نعم. واحدة. هلا مثلا ممكن بعد فترة أن يتم خلق منظمة ثانية. داعش استفادت من أخطاء الجيش العراقي، من أخطاء السلطة السياسية. لذلك نحن مطلوب منا اليوم حركة سياسية سريعة، أبدا بيان سريع من المالكي والمرجعيات الدينية أن العراق واحد. نعم. أن العراق واحد ليس بالكلام فقط بل بالترجمة الفورية لحكومة متوازنة تستعيد المبادرة وتنتقل للهجوم على هذا الإرهاب الذي يهدد العراق. صحيح أن داعش هو التنظيم الإرهابي الأغنى على مستوى العالم؟ طبعا أغنى، لأنه يمسك بحوالي يعني عنده حوالي 100,000 برميل سوري. نعم. من نفط، وعنده هلا يعني بالعراق ما بعرف إذا كان، يقال أنه سرق 640 مليون دولار من المصرف المركزي العراقي فرع الموصل. نعم. زائد النفط السوري، زائد السرقات. تصوري بس سأسأل، سوريا بلد معترف به بالأمم المتحدة، دولة سيدة، العراق دولة سيدة، كيف تقبل تركيا أن تشتري نفطا مسروقا؟ النفط هو ملك الدولة، من يشتريه؟ اليوم مثلا عندما نعرف أن النفط يباع من خلال الأراضي التركية، يباع من خلال الأراضي الأردنية، ويباع من مناطق أخرى، بس الأكثر من تركيا والأردن، كيف
تقبل الأمم المتحدة بهذه السرقة، هناك سرقة للشعب السوري وللشعب العراقي. داعش أغلى من الدولة السورية حاليا. داعش يعني بعد كل هذا سطو، هذا فضلا عن الدعم الذي يأتي ربما لها. الدعم كان في البداية وهو دعم كبير، دعم قطري، ليست بحاجة إلى دعم داعش الأرهابية. داعش ليست بحاجة إلى دعم. داعش تقوم بإعلانات على كل أجهزة الإنترنت تطلب فيها مقاتلين علنا. وكل الدول الأوروبية ترى وتشاهد. وهناك يعني أنت تعرفين نحن نمر مرحلة أزمة اقتصادية بكل العالم العربي، يقولون لك تذهب إلى الجنة مع ألف دولار شهريا. يعني شوفي هذا التعبير، حيث تنتظرك هناك حور العين والحياة والغلمان كل هذه التسميات. شوفي كيف. لذلك داعش غنية، تستطيع أن تنفق وأن تدفع وأن تشتري. وأول شيء، من يبيع السلاح؟ من أين يأتي الرصاص؟ من أين يصل لكي نفهم حجم التآمر؟ هناك تآمر دولي كبير على العالم العربي وخصوصا على المشرق العربي منه. دعني أعود إلى الأستاذ جمعة العطواني لأسأل بشأن الداخلي العراقي تحديدا. أستاذ جمعة، يعني بعد أحداث مدينة الموصل وسيطرة داعش الإرهابي عليها ومدن أخرى في صلاح الدين قبل أن يعني يعود الجيش العراقي ويستعيد زمام المبادرة، تداعيات الميدان كيف ينعكس على الوضع السياسي المتردي اليوم في العراق في ظل حكومة عاجزة عن فعل أي شيء؟ طبعا الوضع السياسي هو ليس متردي في ظل هذه الأجواء الأمنية وبعد سقوط أو الموصل والأنبار، وإنما الوضع السياسي متردي منذ عام 2003 على اعتبار أن هناك ثمة تقاطعات كبيرة ما بين القوى السياسية وثمة إرادات متصارعة ما بين الأطراف السياسية. للأسف الشديد خلال 11 سنة الماضية لم يستطع الفرقاء السياسيين أن يصلوا إلى لب الأزمة السياسية في العراق. لدينا مشاكل مفصلية حقيقة إذا لم تحل سوف لا تنفع لا حكومات متعاقبة ولا تبادل سلم للسلطة ولا حتى أكبر جيوش العراق في مواجهة الإرهاب. لدينا مناطق متنازعة ضمن الدستور ضمن المادة 140، هذه إذا لم تحل فبالتأكيد سوف تبقى المشكلة عالقة ما بين الحكومة الاتحادية وما بين حكومة إقليم كردستان. توزيع الثروات وقانون النفط والغاز إذا لم يشرع بتوافق سياسي فتبقى المشكلة عالقة ليس فقط ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بل حتى ما بين الحكومة الاتحادية والمحافظات الجنوبية. نعم. التي اليوم تعيش وضع اقتصادي مزري بسبب عدم توزيع عادل للثروات ما بين أبناء الشعب العراقي. أبناء الجنوب الآن يعيشون حالة الفقر والفاقة وهم يصدرون 80% من ثروات العراق. بالتأكيد المجاملات السياسية بظلالها. هناك ثمة مشاكل مفصلية إذا لم نرجع إلى الدستور ونطبقه بصورة دقيقة، وعندما نتجاوز الدستور ونذهب إلى المحاصصة ونذهب إلى التوافقات ونذهب إلى المجاملات، بالتأكيد سوف تبقى المشكلة السياسية مشكلة بنيوية ومشكلة مفصلية لا يمكن أن تحل لا بتشكيل حكومة ولا حتى في مواجهة الإرهاب. ولهذا البعض عندما لم يجد حلا ذهب إلى داعش، والبعض الذي لم يجد حلا ربما حاول أن يسيطر بالقوة على بعض المناطق التي هي تسمى بالمناطق المتنازع عليها. يمكن القول بأن هناك يعني ربما انفعالات يومية أو اشتباكات عنيفة يومية تدور بين قوات الجيش العراقي وبين تنظيم داعش الإرهابي خاصة في شرق نينوى وفي ديالى وبيجي، ولكن ربما الجديد أستاذ جمعة هو ضبط أسلحة بحوزة تنظيم داعش الإرهابي إسرائيلية الصنع، كيف يفسر ذلك؟ طبعا هذا أمر ليس بمستغرب، يعني لذلك هذا السؤال مرتبط بسؤالكم عن الدعم الأمريكي للعراق ونكوصه عن الالتزام بمواقف الشرعية والأخلاقية والقانونية. هذه الأسلحة هي جاءت من الكيان الإسرائيلي وحتى من أوروبا ومن أمريكا إلى ما يسمى بجبهة النصرة وما يسمى بالجيش السوري الحر لمقاتلة النظام السياسي في سوريا. وهذه الجماعات الإرهابية هي تعمل بسنخية واحدة مع داعش ومع فلول البعث الصدامي، ولهذا الارتباط الجغرافي ما بين الموصل وما بين سوريا وحتى ما بين الأنبار وما بين السعودية وسوريا يجعل حركة هذه الأسلحة بأريحية وبمرونة كبيرة. وهذا هو بالتأكيد يعني لب المشروع الذي تتحرك به الدول الداعمة للإرهاب. هذه الدول تريد أن تقسم العراق على أسس عرقية وطائفية وإثنية.
هذا أس مشروع الشرق الأوسط الجديد. نعم. أمريكا اليوم لا يمكن أن تأتي إلى الشعوب المستقرة والموحدة وتقول لهم نريد أن نقسمكم، بالتأكيد لا تقبل هذه الشعوب هذه القسمة، ولكن عندما تؤجج الصراعات الطائفية، عندما إسرائيل تؤجج الصراع الإثني والعرقي والطائفي في العراق وفي سوريا، وتوصل الشعوب إلى مرحلة من الإنهاك ومن الضعف إلى الدرجة التي هي تذهب إلى أمريكا وإلى إسرائيل وتقول لهم تفضلوا قسمونا على أساس عرقية وطائفية. طيب نتوقف قليلا عند بعض المواقف الدولية أستاذ جمعة. يعني بالتأكيد قرأنا وسمعنا كلنا ما صرحته الولايات المتحدة، ما صدر عن إيران، ما صدر عن روسيا، ونقف تحديدا عند الموقف الروسي من الخطوة الأمريكية تجاه العراق، حيث قال لافروف أن توجيه ضربات أمريكية على مواقع الإرهابيين في العراق يجب ألا تخالف الشرعية الدولية. يعني ماذا يعني ذلك؟ طبعا بالتأكيد يعني روسيا تنظر إلى الوضع في العراق وحتى في سوريا من زاوية الرؤية الروسية، يعني أنه روسيا لا تريد لأمريكا أن تأتي بجيوشها ولا بطائراتها لتضرب جماعات إرهابية أو تتواجد على أقل تقدير في العراق أو قرب العراق دون وجود شرعية دولية، يعني دون المرور بمجلس الأمن الدولي، لأنه هذا يعد بمثابة فلترة للتحرك الأمريكي ومعرفة ماهية هذا التحرك وحدود هذا التحرك وتوقيتات هذا التحرك، لأن روسيا لا تثق كثيرا بالإدارة الأمريكية في تحركاتها، وهي تخشى من أن تأتي ربما بجيوش، ربما تأتي بأساطيل، ربما تأتي حتى بطائرات، ولكن تتحرك بمسافة ومساحة أكبر من المساحة الجغرافية العراقية، ربما تذهب حتى إلى سوريا ترصد التحركات القطاعات السورية، وهذا بالتأكيد أمر مخالف للقانون الدولي، ولذلك تريد روسيا من أمريكا أن تذهب من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمعرفة المساحة التي تتحرك فيها والآليات والحيثيات التي تتحرك من خلالها. أنا أشير إلى حديث لافروف بعد لقائه مسؤولين سعوديين في جدة أمس أنه أن موسكو معنية باستقرار وازدهار منطقة الشرق الأوسط. على أن هم هنا أسأل دكتور وفيق، يعني هل نقرأ موقف روسي داعم للعراق على غرار دعم الروسي لسوريا؟ روسيا لا تقبل بإعادة إنتاج احتلال الأمريكي للعراق، وهي أنا أؤكد لك أن الموقف السوري سيتصاعد إذا وصلت أمريكا لهذه المرحلة، لكنهم يعرفون أن أمريكا ليست بوارد إعادة احتلال العراق، أمريكا مصرة على تقسيم العراق أقله يعني إلى بلدين أو إلى ثلاثة إلى ثلاثة دول، لكنها تريد إيجاد نوع من الترابط بين هذه البلدان الثلاثة على المستوى الكونفدرالي، لأنها تعرف أن الأقليم الكردي سيشكل مشكلة لتركيا حليفتها إذا ما استقلنا بشكل كامل، لذلك تسعى أمريكا إلى إيجاد ما يشبه الاتحاد الكونفدرالي، لديه مهمة أساسية منع أي اتصال ما بين الأقليم الجنوبي وإيران مع سوريا، هذا الهدف الأمريكي واضح الآن، الجيوبوليتيك الأمريكي اليوم يعمل على هذا المضمار، محاولة منع أي اتصال بين العمق العراقي الجنوبي زائد إيران مع سوريا ومع لبنان. هل يمكن أن نشهد دعم عسكري روسي للعراق؟ أنا أعتقد أن روسيا بإمكانها بيع إرسال مستشارين وبيع أسلحة، مستشارين على غرار التجربة الأمريكية، أكثر فاعلية. نعم. أكثر فاعلية إيران بإمكانها أن ترسل، وأيضا يعني من ضمن أهداف داعش إيجاد كميل لإيران، يعني معنى أنه إيران تتدخل، يقوم العالم السني ضد إيران كما كانوا يتكلمون في الكويت أمس، إلا أن إيران نجت من هذا الكميل عندما أصلت على عدم التدخل. نعم. عدم التدخل الإيراني يعني عدم التدخل الأمريكي. هل يخضع التدخل الإيراني بطريقة ما، طبعا بالتوافق العراقي، هل يخضع التدخل الإيراني أو الروسي لأي ضغوط دولية أو موافقة دولية؟ يعني هل تحتاج إيران إلى موافقة دولية لتتدخل بالعراق بطريقة ما؟ نحن سأتكلم بصراحة. نعم. إيران موجودة في العراق بأشكال مختلفة، وهي لا تريد التدخل بشكل عسكري لأنها تعرف أن الجيش العراقي قادر، عندما يعني يغزو الجيش العراقي جيشا خارجيا إيران تساعده أنا متأكد، لكنها تعتبر أن المعركة الحالية هي يعني بمستوى إمكانات الجيش العراقي، متى تتدخل إيران؟ عندما يحدث إصرار أمريكي على التدخل، الإصرار الأمريكي على التدخل يعني إعادة إنتاج الاحتلال، مثل اليوم تصوري فرنسا تقول أنها مستعدة للمشاركة بالقصف في مجال عالمي، مجال فقط انه المطلوب اعاده ارباك هذه المنطقه بكل القوى الاستعماريه. هل هناك سيناريو للناتو بان يعود او يفعل كما فعل في ليبيا مثلا؟ تقسيم، يريدون تقسيم سوريا وتقسيم العراق،
هذا هو المطلوب. طيب سوريا اليوم ربما يعني اجتازت مرحلة مع شريك أول العوة بالعراق، لأنهم عرفوا أن النظام السوري خطى خطوات كبيرة على المستويين الانتخابي بتجديد الرئيس الأسد، نعم، والعسكري أنه استطاع أن يصمد صحيح على عملية نوعية للجيش السوري ضد 150 ألف مقاتل أجنبي ضد تدخل 80 دولة، استطاع أن يصمد. اليوم عادوا إلى العراق لكي يقطعوا بين سوريا والعراق واحد، لكي يجعلوا النظام في العراق أكثر عداوة مع سوريا، وهو بصراحة ما لم يكن المالكي. إذا المالكي كان قريب من النظام السوري يعني ولا يزال حتى اليوم. المطلوب ضرب هذا المحور، لبنان، سوريا، العراق، إيران. لا تزال أمريكا على نفس السياسة إنما بأشكال مختلفة. ممنوع لهذا الخط أن يسجل نقاط تقارب فيما بينه، لأنه يمنع عودة أمريكا إلى المنطقة بأشكال مختلفة. أمريكا لا تريد عودة عسكرية، علم الجيوبوليتيكا لا يعود عسكري، مثلا الاقتصاد، أمريكا المنطقة بالنسبة إليها نفط واستهلاك، هذا إذا ما عاد بدأ نفط بظل بدأ استهلاك، لذلك تريد تدمير المنطقة. أول شيء رحمة بإسرائيل، ثاني شيء تعاود الإمساك بالمنطقة بالدويلات الصغيرة أكثر من الدول الكبرى. اسمح لي أن أذهب إلى الأستاذ جمعة فقط في سؤال أخير أستاذ جمعة قبل أن ينتهي الوقت. يعني حديث أحد القادة العسكريين في سامراء أن القوات الأمنية تسيطر على أكثر من 75% من صلاح الدين وأن الوضع غير مقلق، وأيضا أعلن هذا القائد أن هناك أنباء وخطط ستسر العراقيين، كيف قرأتم ذلك على الأرض؟ يعني ردة فعل الشارع العراقي؟ طبعا بالتأكيد، وأنا أيضا قبل أن أدخل إلى قناتكم الكريمة كان لدي اتصال مع أحد القيادات العقائدية لكتائب حزب الله، وأكد لي بأن صلاح الدين تقريبا بالكامل مسيطر عليها باستثناء تكريت، وتكريت بدأت القوات تتحرك أيضا بإزاء هذه المنطقة، وبالتالي أتصور أن صلاح الدين سوف تكون المنطلق الحقيقي للقوات المسلحة العراقية للتحرك بعد أن استكملت خططها العسكرية واللوجستية والمعلوماتية للتحرك باتجاه الموصل، وكذلك هنالك من جهة الأحفر سوف تكون جبهة مفتوحة على محافظة الموصل. أتصور أن الأيام القادمة سوف تشهد معارك حسم مع داعش ومع فلول البعث الصدامي المتمترسة بين جمهور وأبناء محافظة نينوى. فنحن نتحدث فقط عن الموصل، أما بقية المحافظات فهي بالكامل تحت السيطرة، ديالة وصلاح الدين وحتى الأنبار. إذن ربما أشكرك لهذه المداخلة ولهذه يعني حضورك معنا اليوم. حزب الله العراق مش لبنان. العراق، فأنا كنت بدي أوضح للمشاهد أنه حزب الله مش لبنان. حزب الله العراق. هل من إضافة أخيرة دكتور رفيق؟ يعني أود أن أقول أن العراق بحاجة إلى حل سريع، أول على مستوى التضامن الداخلي. الحلول العسكرية سهلة، المطلوب اليوم حل سياسي ثم ننطلق إلى الحل العسكري، والحل السياسي ليس مع داعش. جريمة أن نفاوض أي طرف أصولي أو إرهابي. أصلا إذا تفاوضنا معه هل يعني ذلك أننا اعترفنا بوجوده طبعا فعلا؟ طبعا التفاوض هو اعتراف أنه عنده قوة سياسية في البلاد، وهو أبدا داعش لا تقبل التفاوض أصلا. أنا مطمئن لأن داعش لا تقبل التفاوض، أو طالب بتقارب سوريا عراقي يتمثل بشكل ما من اتحاد كونفدرالي اتحاد عسكري لمجابهة هذه التحديات الخطيرة. شكرا جزيلا لك دكتور وفيق إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي على حضورك معنا بالاستوديو، وأيضا شكرا للأستاذ جمعة العطواني أيضا الكاتب والمحلل السياسي كان معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من بغداد. وشكرا أكبر للمشاهدين الأكارم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.